حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا بالانتهاء من أعداد التجارب السريرية الثالثة للقاح فيروس كورونا. وهذا الإنجاز طبعا جاء بتتويجا للجهود المتواصلة والمقدرة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مكافحة فيروس كورونا. التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف. مهنية وكفاءة عالية يقوم بها الفريق الوطني وكافة الكوادر الطبية والطواقم التمريضية في مملكة البحرين من خلال إدارة المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، وبتظافر كافة الجهود وبعطاء أبناء الوطن تكللت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بالنجاح ببلوغها 7700 مشارك لتعلن عن الوصول للهدف المنشود. مملكة البحرين بنجاحها هذا بوصولها لل 7700 في فترة قياسية تركت بصمة ليس على الصعيد الوطني فقط ولا الخليجي والإقليمي فقط بل على مستوى الإنسانية. طبعا كل متطوع شارك في هاي التجربة السريرية دورك ما وقف للحين، ما زال في متابعة. الله يحفظكم، أنتم بصمة في التاريخ بتكون، وإن شاء الله تكون لها المردود الكبير على المستوى الإنساني. الإقبال الشديد على التجارب السريرية جاء نتيجة الوعي المجتمعي والمسؤولية المجتمعية من قبل المتطوعين الذين لبوا الواجب الوطني تحت شعار لأجل الإنسانية، حيث يعتبر تطوعنا اليوم للوقوف مع ما تقوم به مملكة البحرين للقضاء على هذه الجائحة بأسرع وقت ممكن. أنا سعيد أن أنا لي مشاركة في الاختبارات، واليوم أعمل المرحلة الثانية من اللقاح، ومسرور بالخدمات اللي أشاهدها بالنسبة للطاقم الطبي. لو أي واحد يشاهدهم ويشوف تضحياتهم ويشوف عملهم المتواصل راح يعرف أكثر مدى أهمية الالتزام. تطوعنا من أجل البحرين ومن أجل الإنسانية، وهذا يعني يعتبر إنجاز لمملكة البحرين أن هي تخوض هذه التجارب يعني للقاح الكورونا، وإن شاء الله نأمل أن تنتهي هذه الأزمة وتنتهي هذه الجائحة. طبعا لازم نكون مع جهود المملكة في القضاء على هذا المرض، ولازم نكون طبعا ضمن مجموعة تساهم بحيث يصل علاج فعال لهذا المرض. تطوعت لثلاث أمور: الأمر الأول طاعة لله، والأمر الثاني خدمة الإنسانية، والأمر الثالث خدمة لبلادي ولشعبي وللأمة. جيت اليوم لبيت نداء الوطن حق التجارب السريرية الثالثة، وإحنا حاضرين في خدمة البلد وجايين هني ناخذ التطعيمات اللقاح اللي هو عشان نحد من انتشار المرض. التطوع في التجارب السريرية عمل إنساني ووطني عظيم يخدم الأمة والبشرية لما له من أهمية في الحفاظ على البشرية وإعادة بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة خال من الأوبئة والأمراض. إنجاز يسجل في حقيبة الإنجازات لمملكة البحرين في مجابهة التصدي لفيروس كورونا بحق أولئك الذين بادروا في التطوع والمشاركة في التجارب السريرية الثالثة، وكانوا جزءا من هذه الجهود العالمية في التصدي لجائحة كورونا. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.